وصلنا هذا الفيديو من جنوب لبنان. شاهد هذا الفيديو لأهالي حصبية في جنوب لبنان وهم يعترضون ليش يا حزب الله ويسيطرون على البيك أب الذي كان يحمل الراجمات راجمات الصواريخ كما نشاهدها الآن. هذه هي السيارة التي كانت تنقل أو تحمل هذه الصواريخ وبرجمات الصواريخ التي استهدف بها حزب الله شمال إسرائيل. هيكو صواريخ حزب الله هاو عنا بمنطقتنا عند الدروز الشعب الساطل شو قصة يوخ نوع لا تنوخ يقصف من حد من حد بيتنا من حد بيوت العالم. هيك رجمات الصواريخ هارجمات الصواريخ ليكو قال هارجمات الصواريخ. هذا الفيديو الآن يأتينا من منطقة حصبية في الجنوب اللبناني. نتابع من خلاله الأهالي اللبنانيين وأهالي هذه المنطقة وهم يعترضون ويحتجون ربما على حزب الله وعلى ميليشيا حزب الله. وللمعلومية فإن حزب الله يعتبر الحاكم الفعلي لمنطقة جنوب لبنان، يسيطرون الآن على هذه الراجمة التي كانت كما يقال تقصف أو قصفت من خلالها قصفت من خلال بعض الأهداف في الشمال الإسرائيلي.